مرحبا. بونجور حبيبي. بونجور. بدي احكي معك بشي. شو في قلبي؟ بيك طلع عايش كمان؟ سوري عم بمزح. تقيل المزحة حبيبتي. المهم انا هلا رح روح جيبها ورح نجي نقعد وناكل ونتغدى وكل شيء تمام. بس اكيد بعد ما نخلص ما رح اقول لها تعي لارجعك. ايه شو يعني؟ يعني من الطبيعي بهيك ظرف انه امي تجي تعيش معي. مو معقول عاملها مثل الضيوف تجي تاكل وروح وديها تقعد لحالها وانا ابني عايش معها هون بنفس البلد. اكيد حبيبي بنحطها على راسنا، بس حسب يلي شفته ما بعتقد امك من نوع العالم يلي بترتاح انه تكون عايشه مع حدا. شو يعني؟ يعني حبيبي يلي ما قبلت تجي تتغدى معنا امبارح واليوم بالزور حتى قبلت، ما راح تكون مرتاحه تكون عايشه معنا. صحيح انت امبارح كيف بتقولي لها انه بدنا نروح لعند اهلي؟ شو بدك تقولي له؟ امي طلعت من قبرها مثلا؟ حبيبي صراحه ما بعرف، طلعت معي بعفويه، بس شفتك طلعت فيي هيك ما رجعت قلتها مره ثانيه. بعدين نحن بدنا نلاقي طريقه نقول لهم لاهلي، لانه اول على اخر رح يعرفوا. بعدين هيدي الشغله مانا شغلتك كرمال تكون خجلان هالقد. لا انتبهي، انا اخر همي على فكره شو كيف بدي اقول لاهلك او لاي حدا. انا اللي يهمني هلا انه هي المخلوقه اللي انحرمت من ابنها كل هالسنين ما بتضل عايشه لحالها وحاسه بالوحده. ما تحس انه ابنها ما عم يسال عنها او ما انه مهتم فيها. بس حبيبي، بس انت بتفرض شيء على حدا ما يكون مرتاح فيه، مش هيك بتفرجيه انك مهتم؟ ومين قال لك ما رح تكون مرتاح؟ اوكي هلا هي ما انا متعوده او ما بتحب تطلع من البيت، بس لما بدها تيجي تعيش معنا هون رح يكون الوضع مختلف. هاد رح يكون مثل بيتها. مثل، بس ما بحياته رح يكون بيتها. بعدين حبيبي ما بعرف، بخاف صراحة. من شو؟ ما بعرف حبيبي، بعت الهم ما أعرف اهتم فيها وخلص، بحسها ما رح تكون مرتاحة. طيب خلص حبيبتي، سكري على الموضوع. صرنا ساعة عم نلت ونعجل بنفس القصة، ولا أنا عم بقنعك ولا أنت عم تقنعي. سلام. لا والله العظيم مشتاق لك انا، يعني انه من وقت اللي فليتي مشتاق لك، بس انه ما عم كذب. بعرف انك ما عم تكذب، بس انه لكن في شيء يعني ما فيني خبره غير لك انت. عن مين؟ عن خالي؟ لا لا لا، ما خصه خالك انت، ما له علاقه بالخبريه. عن نادين؟ لا، عليا. شو بها عليا؟ لك انت بتعرفي قد ايه بعزها لعليا، ايه؟ ايه وهي بتعزك. لا بطلت تعزني ابدا. هلا انا ما رح كذب عليك، كمان انا سامع خبريتها، سمعني انت خبريتك. لا ما بدي اتشكى انا على شو صار بيناتنا ابدا، مش مهم هذا الشيء يعني، مش انه مش مهم، بس انه في شيء هلا اهم واخطر بكثير يعني، فبدي اياك تفكري معي بس لنعرف شو بدنا نعمل.